3, 2, 1. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البروغرام SME Digital. اليوم باش نشوفوا مفهوم مهم على الاخر لازم تفهموا في البيزنس. قبل ما تعطي ما تنساش تعمل ابوني ولايك للفيديو. معكم مروان عوين من اكسبيرت تونيزيان سبيسياليزي اون ماركتينغ ديجيتال بزنس اون لاين. واليوم باش نشوفوا مع بعض واش معناها بي تو سي. شفنا في فيديو سابق واش معناها بي تو بي، تنجموا ترجعوا له. اليوم بي تو سي واش معناها؟ معناها بزنس تو كونسيومر، بزنس تو كاستمر. معناها معناها كل ريلاسيون بين انتربريز والكليون فينال، كيما بار اكزومبل كارفور. كي تدخل انت لكارفور، كارفور انتربريز وتتعامل وتبيع في البرودوي والسيرفيس تاعها للكونسوماتور فينال. معناها كي تشري خبزه تو سامبلومون انت هو الكونسوماتور فينال، هذيك انتربريز. دونك كل علاقه بين انتربريز وكليون فينال كيما باش لاكواليمونتيغ الحاجات هذيك تتسمى ريلاسيون بزنس تو كونسيومر، بزنس تو كاستمر. ومهم على الاخر انك تفهم الكونسيبت هذايا، خاطر سيرتو كي تحدد السيبل نتاعك ولا بدات باش تكون سوجي نتاع فيديو اخر. دونك كان عندك اي سؤال في الماركتينغ ديجيتال في البيزنس، بزنس اون لين ولا غيره، خليهولنا في كومنتير تنجاوبوك عليه تخي بروشينمون. وما تنساش تبارتاجي الفيديو مع اكثر ما يمكن من اصحابك باش نجموا نزيدوا الفيديو كومنتو مع اكثر ما يمكن في الأيام الجاية. كان معكم مروان عوين، إكسبيرت تونيزيان سبيسياليزي في ماركتينغ ديجيتال. نتلاقاو في حلقة جديدة من SME Digital.